السلام عليكم خوتي خواتاتي في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتي انت ولا انت اول مره كتشاهدوا هذه القناه هذه ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب باش يوصلكم كل جديد. الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تحققوا الربح من اليوتيوب والشروط اللازمه باش تحققوا هذا الربح. هذا في الاول خوتي خواتاتي كندخلوا القناه نتاعنا بالضغط على زر ستوديو يوتيوب، ومن بعد اخوتي ما نضغطوا على داك الزر كتنقلنا لهاد الصفحه هذه. ومن بعد اخوتي كنمشيو لهنا وكننزلوا كنمشيو لتحقيق الربح، ومن بعد كنكليكيو اخوتي عليها على تحقيق الربح. ملي كنكليكيو على تحقيق الربح كتطلع لنا هاد الصفحه هذه، تحقيق الربح في القناة، تطوير قناتك مع يوتيوب. يتيح لك الانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب، تحقيق الربح من فيديوهاتك والحصول على دعم مخصص لمنشئي المحتوى والاستفادة من مزايا أخرى. خوتي خواتاتي هنايا كما كنشوفوا الشروط الأساسية باش تحقق الربح من قناتي، خاصك 4000 مشاهدة خلال 12 شهر يعني عام، وخاص تكون عندك 1000 مشترك كما كنشوف هنايا، خاص تكون عندك 1000 مشترك. وستخضع قناتك للمراجعة، يعني واش يمكن لها تحقق الربح ولا ما يمكن لها. ومن بعد اخوتي كيرسلوا لك واحد الرسالة عبر البريد الالكتروني نتاعك. وخوتي في الاخر نتمنى يكون الاعجاب نتاعكم الفيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب باش يوصلكم كل جديد. بيس ليكم.